الله الرحمن الرحيم. أنا في الرحمن الحمد لله. أنا حاليا في حضرة الدكتور محمد إبراهيم عبود نجل الفريق إبراهيم عبود الرئيس الأسبق للسودان، ودار أسأله الحقيقة عن التزامه بالزمن، كيف إنه كان سنسيتيف جدا تجاه الزمن وكذا وكذا، فممكن تدينا إفادة في الموضوع؟ والله الحقيقة بالزمن هو بحكم خدمة العسكرية والجانب الهندسي درسه، هو درس هندسة في جامعة الخرطوم، ودخل كلية حربية وبعد ذلك التحق كلية الهندسة، وكان بواكب بين الاثنين، بيمشي يحضر المحاضرات وبيرجع يكمل تدريبه العسكري لحد ما تخرج. ومن ضمن الحاجات الأنجزت كإنجاز هندسي بالأول بنوا مصلحة النقل الميكانيكي هو والفريق أحمد محمد، وبالنسبة للفريق أحمد محمد هو ابن خال الوالد ومتزوج شقيقه، لكن ما كان يدخلوا الجوانب الأسرية دي إطلاقا في علاقاتهم الشخصية في داخل، طالما هم لابسين رسمي بيتعاملوا بصورة رسمية فيها كل الاحترام، وبنوا مصلحة النقل الميكانيكي من الألف إلى الياء ورعوها بعد كده. وكان مهندس ميكانيكي؟ لا، كان مهندس مدني. مدني نعم. لكن الوقت ذاك الهندسة ما كانت متوسعة بالفروع دي، فكان عنده انترست عالي جدا في الجانب الميكانيكي، فواصل حتى مرات قام بصين عربية مرة في البيت يعني. طيب بالنسبة للزمن المتلفي، بالنسبة للزمن هو عودنا بطبعه إنه نحن نكون ملتزمين بالزمن في أدق الأشياء يعني. وأسهل قصة إنه مرة كان حوالي الساعة 6:30 في المساء جوه اللواء حسن بشير واللواء مقبول الأمين الحاج الله يرحمهم جميعا، ولكن ما بتذكر تاني معهم منه، وكانت المواعيد الساعة 6، وكانت 6 معناها 6 يعني، فجوا متأخرين حوالي 10 دقائق. فلما جوا داخلين الوالد عاين للساعة، ودي كانت إشارة منه دائما إنه يعني في خلل في الزمن، فقالوا له نحن متأسفين نحن جينا متأخرين 10 دقائق، لأنه في عضو مجلس الأعلى كان جنوبي ونحن يعني مشينا زرنا الراجل في المستشفى شو مندي ما أفتكر في سنتين دين، لكن ما بتذكر اللي عنده بالضبط يعني. نعم مستحضر. فكان راجل في المستشفى الجنوبي اللي هو في مستشفى الخرطوم. نعم. فقال لهم كيف حس هو وصحته كيف؟ قال لهم طيب لما تجي هاي زي لي ما كلمتوني امشي معاكم ليه؟ فقالوا له ما في مشكله ممكن نمشي حسه. فعاين لساعه ثانيه قال لهم لكن موعد الزياره انتهت، هل تفتكروا الغفير مدخلنا بعد كده ولا لا؟ غفير بتاع المستشفى. غفير المستشفى.